لقطة منتج موسيقي كبير زي نصر محروس طبعاً ويحصل التلاقي ده، وعلى طول هو ايه، هو عنده كده نباهة وألمعية، هو مش هيستنى، هو وفق الأغاني والكلمات، المشروع اكتمل معاه. دي حقيقة. انا يعني استاذ نصر يعرفني من ساعه ما كنت في البرنامج مع حضرتك من 4 سنين قمر لما غنيت جرح تاني، فيعرفني من الوقت ده. كان في تواصل ما بيننا يعني، دايما بيتصل وبيكلمني ايه الاخبار، وبيتصل على اهلي وبيطمن على اهلي، ولا في بينا تواصل، بس احنا ما فكرناش في ان احنا نمضي عقد غير من فتره قريبه جدا.